مستمرة من أرضية هذا الميدان، من ميدان الوتبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة في تحديات الأصالة والتراث، في انطلاقات هذا الموروث الشعبي الأصيلة والكبير والجميل، يندفع في هذه اللحظات وينطلق في هذا التحدي شوطنا الخامس في بداية الجولة الثانية، وجولاتنا التي تتوزع ما بين الحول والزمول، ما بين المحليات والمهجنات الأصائل. نبدأ في هذه اللحظات مع المحليات، من انطلقن في أرضية هذا الميدان في جائزة زايد الكبرى. أسير إلى الشاحنية، من انطلقت بالمركز الأول وتقدمت في هذه اللحظات للنوبي بن عزيز بن سويدان المحرميات على المركز الأول. أما المركز الثاني حفلة، يا حفلة بدأت تحتفل على المركز الثاني لمحمد بن حمد بن سالم الهاشمي. النقلة التالية إلى المركز الثالث الوحشة وصلت في هذه اللحظات لسعيد بن حمد بن قرين العامري، تتقدم على المركز الثالث. أما المركز الرابع هملولة بدأت تتقدم وتتحرك في هذه اللحظات لمحمد بن عيسى أبو علامة لقبيسي، بينما الوصول على المركز الخامس التحرك من انطلاقة المركز الخامس الشاهنية مبارك بن محمد بن مسري الهاملياتي على المركز الخامس في هذه اللحظات الجميلة، بينما المركز السادس الوصول بالمركز السادس هنا تحركت في هذه اللحظات على سادس المراكز من الشاهنية مبارك بن سهيل بن محمد بن السلمي العامري، بينما النقلة إلى المركز السابع هناك أجد طيف بدأت هنا تنطلق على المركز السابع لمحمد بن حمد بن مبارك المنصوري، وتاسع المراكز أو المركز الثامن بالاحترام تتقدم في هذه اللحظات للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري. يتقدم السفير في انطلاقاته الجميلة هنا الوصول على المركز التاسع. المركز التاسع في هذه اللحظات هنا وصولا على المركز التاسع وتقدم جميل ياتي بانطلاقات وتحديات الشاهنية. عبيد بالبحيري بن نوبي العامري، بينما المركز العاشر هنا اندفاع عسيلة علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في تحديات هذا الشوط في منافسة الأصالة والتراث في تحديات هذه الجائزة الكبرى، جائزة زايد الكبرى. الله، التي جمعت ما بين هذه الشعارات، جمعت ما بين هذه العمالقة الذين يتواجدون يتقدمون يتحركون، الباحثين والمكتشفين عن النواميس. هناك حفلة بدأت مبكرا، حفلة على الصدارة لمحمد بن حمد بن سالم الهاشمي، يسيطر على المركز الأول هنا على الصدارة الأولى. المتبقي 4 كيلو و500 متر، ما تبقى من نهاية هذا الشوط ما بين تنافس قوي وتحدي رائع. المركز الثاني هناك على المركز الثاني هنا النوبي بن عزيز بن سويدان المحرمي يقدم الشاهنية. المركز الثالث احترام للدكتور راشد بن حمد الزفنة العفاري، بدأ يعلن الطواري ابو حمدان ليتقدم على أرضية الميدان. الله 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 الله
المركز الرابع، المركز الرابع. هناك تدخل من الشاهنية لمبارك بن سهيل بن محمد بالسلمي العامري. المركز الخامس مع الشاهنية لمبارك بن محمد بن مسري الهاملي ياتينا على المركز الخامس. أما المركز السادس طيف 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 طيف، وصل الطيف لمحمد بن حمد بن مبارك المنصوري ياتينا مع طيف على المركز السادس. أما المركز السابع، أما المركز السابع فأجد هملولة المتقدمة بشعار محمد بن عيسى أبو علامة القبيسي، بينما المركز الثامن هنا الوحشة القادمة بشعار سعيد بن حمد بن قرين العامري. أما تاسع المراكز هناك وصول، هنا وصول، هنا عسيلة علي بن حمودة بن علي أو علي بن فرج بن علي بن حمودة، والقدوم الآخر على المركز العاشر. العين تاتي على المركز العاشر لعبد الله بن عتيج بن شامس العامري. هذا هو النداء الأول لأول ثاني للمراكز العشرة الأولى، ونحن نصل إلى جسر العبور، إلى جسر العبور. من تعبر به هذه الأسماء، من تعبر به هذه الشعارات التي توافدت من كل مكان، من كل حد وصوب، من كل فج عميق للمشاركة في هذا العرس التراثي، في هذا الكرنفال الشعبية، في هذه الرياضة، الرياضة العربية الأصيلة التي توارثناها من الآباء والأجداد. الله الصدارة، الصدارة والمقدمة مع المركز الأول، مع الصدارة، مع الشاهنية. راحت الشاهنية النوبي بن عزيز بن سويدان المحرمي، يبغي ينقل السلامات لها للعين، يبغي ينقل السلامات لها للعين. حتى هذه اللحظات مسيطر سيطرة كاملة وفعالة على مجريات الأمور. وصلت حفلة، وصلت حفلة، وتقدمت لمحمد بن حمد بن سالم الهاشمياتي مع المركز الثاني، ياتي بالمرتبة الثانية. احترام، بدأت بالمحبة والاحترام، بالحب والعشق للمركز الأول. يقدم احترام الدكتور راشد بن حمد الزفنة الإعفاري، يتقدم بو حمدان، يتحرك بهذا الشعار، الشعار الذي يا ما صال وجال. المركز الثالث الوحشة القادمة بشعار سعيد بن حمد بن قرين العامري. المركز الرابع وصل، وصل بن حمودة، وصل بن حمودة ليتحرك مع الشاهنية علي بن فرج بن علي بن حمودة الظاهري. هذا الرجل المعاصر وصل في هذه اللحظات بالتاريخ، بالماضي، بالبطولات، بالإنجازات، بالقوة والإثارة. الشعار الاقتصادي. المركز السادس، هناك قدوم من العين، العين لعبد الله بن عتيج بن شامس العامري، ووصول آخر يصل به الصقار ليتقدم مع الهمالة شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، ووصول آخر يأتي على المركز الثامن بانطلاقة الطيارة. وطارت الطيارة، وطارت الطيارة، وتحركت بشعار عبد الله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، يتقدم من ند الشبا، يتقدم من ند الشبا. والوصول الآخر من الشاهنية لمبارك بن سهيل بن محمد بن سلمي وبن حمودة، قادما مع سيلة علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري. منافسة، منافسة حامية الوطيسة، ولكن العودة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول،
إلى افتتاحية الكيلو المتر الأخير والشاهنية الشاهنية 100 على 100 حتى هذه اللحظات بدون أي توامر بدون تعديلات بدون أي شيء راحت ترقص على صيحات الجماهير تتراقص طربا وعشقا وهيام لهذا المركز هذه هي الشاهنية للنوبي بن عزيز بن سويدان المحرمي راح إلى الصدارة راح إلى المقدمة منذ بداية الشوط وهي على الصدارة وها هي تتراقص على الصدارة وهنا تتدخل في منطقة الأعلام هذا الانفراد الأخير بدون منافس على الإطلاق أعلنت وجودها أعلنت حضورها أعلنت انطلاقتها أعلنت الشأنية للنوبي بن عزيز بن سويدان المحرمي إلى الحزام الأخضر إلى الحزام الأخضر وسلام المسعودي سلام المسعودي وسلام يا العين يا دار الزين مدينة الخضرة والجمال تهانينا لك يا مالك الشأنية النوبي بن عزيز بن سويدان المحرمي على هذا الفوز والانتصار ها هي لحظات الوصول المركز الثاني وصلت في حفلة لمحمد بن حمد بن سالم الهاشمي المركز الثالث هناك شواهين عمير بن معضد بن محمد المزروعي المركز الرابع مع مذهلة لسعيد بن راشد بن غدير اكتبي المركز الخامس هناك مع المركز الخامس الحذرة لناصر بن راشد بن محمد المنصوري إذن مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل شاهدنا منافسة قوية ورائعة للقاية ولكن الشاهنية للنوبي بن عزيز بن سويدان المحرمي تنتزع هذا الفوز والانتصار بكل قوة وجدارة واستحقاق وتوقيتها الزمني التوقيت الأفضل يتسجل في هذه اللحظات 12 دقيقة 38 ثانية بالوفاء والتمام والكمال تهانينا لكم يا هلال المسعودي على هذا الفوز والانتصار بينما المركز الثاني هناك المركز الثاني حفلة لمحمد بن حمد بن سالم الهاشمي 12 دقيقة 48 ثانية بالوفاء والتمام تهانينا والناموس أما المركز الثالث كانت هناك مع شواهين لعمير بن معضد بن محمد المزروعي توقيت الزمن 12 دقيقة 49 ثانية وجزئين من الثانية تهانينا والناموس